قالوا أشياخنا اذكر الله حتى ينحت عنك البلاء حتى اذكر الله حتى ينحت عنك البلاء. خليك ذاكر انت قايم قول الله وانت قاعد قول الله وانت نايم قول الله حتى انهم قالوا في حقيقة الذكر بأن لا تنساه ألا تنساه. والله انا بعرف واحد كان من محبين سيدنا النبي سمعت به بصلى على النبي كثير قلت والله هذا حشوفه رحت شوفه كان عمري 16 سنة لقيته عاملين له رجليه مجبصات اثنين ومشبوح كده لكن ما بقنش ما بيجي مش تعبان قاعد بصلي على النبي. طبعا هذا راجل واعر وما بيمش مش يا ابوي يمه لا رجال ما قال من المؤمنين رجال يا ريت حتى المؤمنين كلهم رجال منهم شوي طب الباقي الباقي مؤمنين بس مش رجال. وبعدين قلت له مولانا ما تديني صيغه صلوات قال اديك صيغه الصلوات وانت جاي تدور تفتش وراي. طب ما انتوا اهل كرم واهل سعه. قال يا سلام كلامك حلو انا حديك الصلاه الكماليه تسمعني ايش معنى الصلاة الكمالية؟ قال لي الصلاة الكمالية دي بتاع سيدنا الشيخ الدرديل ودي صلاة جامعة وكان سيدنا الشيخ علي البيومي بيصلي على سيدنا النبي 100,000 فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيدنا النبي قال له يا علي الدرديل بيصلي عليه أكثر منك. قال قلت له يا رسول الله أنا بصلي 100,000 علي بصلي قد إيه؟ قال بصلي 10 مرات. طيب 100,000 أبرك من 10 مرات؟ قال اسأله بقول إيه؟ قال تفقدت أحواله فسألته قال بقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. قال سيدنا البيومي أخذت من الدرديل وبقيت شغلني إيه؟ قال لي أنا حديك الصيغة الكمالية. قلت له خلاص ماشي بس فيها فتح يعني؟ قال آه فيها فتح. طب أنت مأذون أنت مأذون. يعني إيه مأذون؟ يعني المفروض اللي بيصرف في الدواء صيدلي. أوي يا مشايخ الصوفية يا مشايخ الصوفية ربنا هيحاسبكم يوم القيامة. ها؟ لا إله إلا الله. أما الفوضى اللي بيصرف في الدواء صيدلي واللي بشخص الحالة طبيب. ها؟ حكاية مش بالشبه يا اخوان. قلت له انت مأذون بالصلاة على الحبيب المصطفى؟ قال لي مأذون. قلت له من مين؟ قال من شيخي. قلت له مش كفاية. قال لي انت باين عليك واد مش كويس. قلت له اعتبرني مش كويس؟ خدني على قد عقلي. انا ايه اللي عرفني ان شيخك مأذون؟ يعني موصول السند عنه صلى الله عليه وسلم قال السند صحيح. طب بعدين قال شيخي خذها عن شيخه. طب بعدين قلت عاوز ايه؟ قلت يعني اذا كنت بتصلي على النبي تشوف سيدنا النبي؟ قال اه بشوف. قلت له يقظه ولا منام؟ قال في كل نفس. قلت له لا بضاعتك كويسه خلاص اخذت منك قبلت الصلاه الكماليه. هو نايم فوق سريره ومجبص ومشبوح انا على الكنبه ما كملتش فيها 10 مرات عيني غمدت شوف سيدنا النبي. قلت له ده انت شغلتك تقيله قوي. وشفت ايه كمان؟ شفت سيدنا السيده زينب وسيدنا زين العابدين راحوا عملوا له عمليه في رجله. قال لي شفتيها؟ هو وحده اول ما صحيت هو صحي. قال لي شفتيها؟ قلت له ولا حاجه انا اللي عرفني. قال يا سلام يبقى انت يا ود امبارح انت ود امبارح شفت وانا ما شفتش؟ قلت له شفت. قال والله شفت. قلت له شفت؟ قلت له شفت سيدنا النبي؟ قال طب شفت ايه تاني؟ شفت ايه تاني؟ قلت له ما شفتش حاجه تاني. قال يا سلام
يبقى انت شفت العمليه واللي عملوا له العمليه ما شافش. هم دول المشايخ اللي تربينا على ايدهم، علمونا كثرة الصلاة على النبي، علمونا كثرة. هو تربية النفوس وتزكية العقول وصفاء القلوب إلى أن نصل بالاجتماع بحضرة المحبوب. خط الطريق كم سنة؟ لا يا 30 سنة بالطريق. شفت النبي كم مرة؟ ما هو قال أبو اليزيد البسطامي أمه إدت صيغة صلاة على النبي. ما هو ده اللي نعلمه لأولادنا يا جماعة. ها والله ده اللي نعلمه لأولادنا، نعلمهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعلمهم كيف يذكرون الله، كيف يستغفروا، كيف يصلوا، كيف يحافظوا على الصلاة المكتوبة، عشان يبقى نشأ صالح، عشان تبقى البيوت فيها بركة، عشان لما البيوت يبقى فيها بركة لا نحس بغلا ولا ببلا، تبقى المحنة منحة، تبقى المحنة منحة، وتبقى المصيبة قرب، ويبقى الكرب سعة. أما بقى عندنا بركة، بقى عندنا اتصال حقيقي بسيدنا رسول الله، اتصال حقيقي بحضرة المصطفى، اتصال حقيقي، ارتباط أرواح بسيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. تبقى عايش في بركة، وعايش في خير، وعايش في نعمة، وعايش في نور، وعايش في هدى. أبو اليزيد البسطامي بيقول أمه علمت صيغة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا برضو كنت صغير، أمي علمتني صيغة صلاة على النبي. قالت لي قول إيه؟ قالت لي يا ولد يقول اللهم صلي وسلم وبارك على يتيمة العقد الأنفس، من اصطفيته من جلال جمال بهاء وجهك الأقدس، من فجرت به بحر النبوات وأقمت به الرسالات، أحمد الفضل محمد العدل على آله وصحبه وسلم. من وين يما جبتيها؟ قالت من أبوي. وأبوك جابها منين؟ قال جابها من أمه. وأمها جابتها منين؟ قالت ما نعرف. طب زي بعض. طب أبو اليد ما هو كده الشغل كده يا إخوان، من شب على شيء شاب عليه. هو أنت فكرك جلوك ربنا باصص في الجلابية الصوف اللي لابسها أنا والعمة والبنجرة اللي عجباكم دي؟ أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هيئ محط نظر الله، نظف محل نظر الله، ربما تأتيك نظرة رضا من صاحب الرضا. الله يتحول حالك من حال إلى حال. نظرة من فيض جوده تملأ الأرض ليا، ونظرة من عطاء ربي تجعل الكافر وليا. طيب احنا بناجي وزي ما قلنا المجالس عشان نتعلم الحب. عايز تعلم الحب؟ ها؟ تعلم الحب، تعلم الحب من مين؟ من اي حد؟ من اي حد في حب؟ من اي حد في حب؟ اي حد؟ اي حد في حب؟ اي حد في اتصال حقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له يا ابو اليزيد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها صليت 1000، وبعد كده جاء قال لها صليت 10000، وبعد قال لها صليت 100000. قالت له شفت النبي؟ اللهم صل عليه. امه بتقول له شفت النبي؟ قال لها لا. قالت له لا برضك لسه عيل صغير الجدع، شد حيلك شيء ويزيد، ما ينفعش كده حلو. بعد ماشي فجاء فرحان قال لها رايت رسول الله. قالت له يقظ والله منها؟ قال لها منها؟ قالت له برضك عيل صغير شد حيلك كده، تبقى من الكبار. ها؟ صليتوا على النبي؟ وسيدنا أبو العزايم